المشكل اخويا جاو هاد هاد رجال القدر اللي سميتو جاي مع السبعة الصباح على محدد المحتوى ديال الناس جات القفل طرق القفل سدوا بلا ايدي بلا حتى شي حاجه. حنا كنا عارفين بان كاين افراط ولكن خصنا نكونوا في المحل ديالنا. ما كان حتى حد فرض دخلوا وسدوا على المسائل سدوا على المسائل ديالنا فلوسي رزقي الماتيريال ديالي كل شيء. وما كاينش انا بوحدي في هذه العماره كاين واحد المحل ها هو قدامكم اللي تشوفوا عامر بالماتيريال ميديكال معمر ما هضروا مع حتى حد بالليل. هما حنا حنا تقريبا 15 عائله اللي عايشه فيهم وكلهم الصباح مخلاهم تيبكيو. ما تعرفوش هادشي قانون واش حنا عندنا في المغرب شي قانون ولا ما عندناش. على الاقل يعلمونا يجيو عندنا نقولوا لنا خوتنا في الله خصكم تخرجوا واعطينا واحد المهله لان عندنا ماتيريال عندنا التزامات عندي كريديات عندي تنسى الناس كريدي انا راه كوميرسيال تنسى الناس كريدي يجيو عندي يقول لي صباح عطونا مهله من الانسانيه ماشي عارف راسي غادي نخرج وعارف مالي المحل غادي يخرجوا ولكن عامل الانسانيه يقول لك فلان يجي لك 9 ولا 10 راه عندكم اليوم جاتكم عندكم الكاتكات غتخرجوا ولكن غنطلبوهم من الناحيه الانسانيه راه حنا هذا غندار قريب والناس خصنا على الاقل باش حنا باش نعيشوا هذه خلونا واحد المده واحد عائلتنا غنبدال ونكملوا المسائل ديالنا نتخلصوا من الكريديات ديالنا وحنا عطيكم سويرتكم بلا صداع بلا جوج. وليت نعرف انا وهو ملي تجي العون القضائي تجي مع السلطه انا على حسب ما سولت الناس ما كاين لا سلطه لا جوج جا هو موشي هادشي اللي كاين. ما اللي سولت في الدار البيضاء كلها في المغرب كامل ما عمر خرج العون القضائي مع 7 الصباح علاش لينا حنا بوحدنا هذه الاول. وثانيا هاد مول المحل باغي يدير الافراح باش يدير يبني باش نعرف هاد المحل هذا باش نوريه لكم هاد المحل وحدنا عامر كل ماتيريال ميديكال فيه 18 متر على الاقل على الاقل كنت واحد مليار ولا مليار ونص علاش حنا بوحدنا علاش هادو لي زوتوريتي هما ما يجيش يقلبوا على هاد المحل 3 سنين هو مسدود و 3 سنين باش جات السلعه هنايا جابوا السلعه مع 8 الليل ما كملت حتى 2 الصباح بالافراغ ديالها قلنا لهم حنايا اللي 15 عائله عايشه في هاد المحل وبالصباح خلوا العباد كلهم غادي تيبكي كاين حوايج كاين الماتيريال ديالي كاين فلوس كاين بزاف د الحوايج كاين انا كاري عندي الماتيريال ديالي ماشي ديال موليش عندي الماتيريال ديالي عندي اوراق ديالي اوراق ديال الاملاك ديال واحد السيد عندي بزاف د الحوايج ديالي هنايا كلهم باقيين هنايا وداو كلشي سدوا بلا مال. ملي جيت هضرت مع العون قال لك اسيدي انا هو السلطه وراه باينة من الطياره وكما كاينش فلوس غادي يدير السرعه كامله راه فلوس هادشي راه كاين كاع واش عون قاعد غادي يخرج لكم على 7 الصباح كما واش حنا واخا يمشي هذا ديال الخضره ما غيفيقش مع 7 الصباح سميتو ديال الكوريات ولا سميتو نتايا والله العظيم